عظم الله لكم الأجر بشهادة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا الله تعالى وإياكم ما يعيننا على شفاعتهم لنا وسهل لنا زيارتهم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه له شأنية وخصوصية تستوجب منا أن نقف عنده سلام الله عليه لمعرفة كيفية إدارته لمجموعة من المفاهيم التي سنح الظرف أن يبينها صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام يقول: حديثي حديث أبي، يعني أنا وأبي واحد، فإذا جاء الحديث من أبي لا يمكن لي أن أناقضه، وحديث أبي حديث جدي، وهذه الحالة غير موجودة إلا في حالة الانتهاء إلى جهة إلهية. بمعنى الآن عندما نقرأ القرآن الكريم نرى أن ما جاء به آدم عليه السلام لا يتناقض مع ما جاء به نوح عليه السلام، وما جاء به نوح لا يناقض ما جاء به إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء سلام الله عليهم، فهما يصدرون عن واحد. الأئمة الهداة عليهم السلام هذه الحالة يبينها الإمام عليه السلام، أن حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، إلى أن يصل إلى الحسين عليه السلام، الحسن أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين هو حديث النبي صلى الله عليه وآله، وعن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق له مشارب شتى، وتفرد بالإعلان عن علوم في غاية الأهمية، حتى أن بعضها غير مختص بعلم الشريعة، وإنما ذهب إلى علوم كثيرة جدا، وصارت مدرسة الإمام الصادق مدرسة خاصة، حتى اشتهر أن بعضهم جاء إلى مسجد الكوفة ويقول: شاهدت في هذا المسجد أو رأيت في هذا المسجد 4000 كل يقول حدثني جعفر ابن محمد، وهذا عدد كبير، 4000 لو فرضنا أحدنا أن نحصيها بالدقة عدد كبير، نصف هذا العدد عدد كبير. معنى ذلك أنه هناك حالة من بث هذه العلوم للإمام الصادق عليه السلام.